السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد إمتى تفضل المهزلة دي؟ كل يوم بنشوف في اليوتيوب، كل يوم بنشوف على الواقع هنا في السعودية أزمة العالقين المصريين. منظرنا فعلا يا جماعة بجد بقى وحش قدام إخواننا السعوديين وقدام كل الناس هنا وفي كل مكان في العالم، خاصة الدول العربية ودول الخليج. منظرنا بقى وحش. يعني أنا مثلا الجمعة اللي قبل فاتت دي كنت في بلد جنبي هنا اسمها خميس مشيط، وطلع أشتري حاجة وبعدين لقيت مجموعة مصريين. طبعا أنا شفتهم عرفت إن هم مصريين، باين من شكلهم من لبسهم من أسلوبهم في الكلام مع بعض، وأنا بسمعهم باين إنهم مصريين. جايبين وجبات بتاعت الجمعيات الخيرية عشان ياكلوها. طبعا دول ناس لا قاعدين شغالين ولا شيء، بيدفع إيجار سكن، وناس على باب الله، وكلنا على باب الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ما فيش أي شغل ولا أي شيء، وقاعدين يصرفوا والفلوس اللي معاهم خلصت، فشغالين ياكلوا إيه؟ من مال الصدقات، وبارك الله فيهم من الجمعيات الخيرية السعودية، يعني ما قصرت في شيء. لكن مش ده المفروض يكون. المفروض يكون الناس دي أولى بها بلدها. المفروض الناس دي جت معززة وترجع برضو معززة. ما تحتاجش الأكل جمعية خيرية أو غيرها. دي ناس جايه تشتغل مش جايه تشحت يعني. بصراحة يعني الوضع ده أحزنني، أحزنني جدا، المنظر ده أحزنني. وكل يوم بنشوف يعني على اليوتيوب أزمة العالقين في السعودية، في ضبا، العالقين في الكويت، العالقين في قطر، العالقين مش عارف فين. يعني وضع فعلا مؤسف ومحزن. تعالوا نشوف كده فيديو لقطة كده للموضوع بتاع العالقين ده، و نرجع تاني ان شاء الله نكمل حديثنا. والله 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 ما معانا ريال لا ناكل ولا نشرب ولا نعمل اي حاجه خلاص، يعني حرام. ليه ما ياكلوش ربنا؟ احنا بقالنا معدين الشهر ما معناش ريال، مش لاقيين ناكل ولا نشرب، عايزين نروح. احنا بنطلبكم ان انتم تروحونا. بنستسمح السيد الرئيس يبعت لنا طيران نروح. احنا هنا حالنا يصعب على الكافر. احنا بنستغيث بيكم، بنستغيث بالسادة المسؤولين. وان كان على الحجر الصحي احنا هننزل نقعد في الحجر الصحي، ما عندناش اي مشاكل. 14 يوم 28 يوم شهر هنقعد في الحجر الصحي، ما عندناش اي مشاكل، بس نروح لاهالينا. احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش لاقيين ناكل يا جماعة. يا جماعة احنا بنستغيث بالسيد الرئيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنستغيث بيك. طبعا زي ما انت شفت في الفيديو الناس مش لاقية تاكل، الناس دي مش بتكذب، هتكذب ليه؟ واذا انتوا مثلا يا مسؤولين بتفكروا الناس دي مثلا معاها ملايين او مليارات او معاها فلوس، اللي معاها مثلا قرشين عملهم ولا حاجة حولهم الشهر اللي فات او اللي قبله، بيصرف على بيته، وان كان مثلا عمل له اي مصلحه في 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 بلده، اشترى له شقه ولا اي شيء، مش هروح يبيع الشقه اللي اشتراها بقى ويبعتوا له فلوس عشان يقعد يصرف هنا. يعني مش معقول. ولا يقعد يصرف بها على الحجر. هو الحجر ده مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الدوله ولا مسؤوليه الناس؟ مسؤوليه الدوله. مثلا هتقولوا لي والله الدوله الميزانيه بتاعتها ما فيهاش والكلام ده كله، احنا كلنا عارفين مصروف الدوله وعارفين وضع الدوله، ونتمنى الخير لدولتنا وعاوزين دولتنا تكون فوق ان شاء الله. لكن يعني ما تنسوش يا سادة يا مسؤولين ان الناس دي هي اللي بعد فضل الله عز وجل سندت وحمت اقتصاد مصر من الانهيار. تحويلات المصريين بالخارج، الناس دي اللي كانت بتحول فلوسها كل شهر كل شهرين كل ثلاثة، ودي دعمت اقتصاد البلد في وقت الازمات، وما زالت حتى الان بتدعم اقتصاد البلد. فما ينفعش ان حضراتكم تتخلوا عنهم في اللحظة دي. تحملوهم او الدولة تتحملهم، مش انت تحملهم، الدولة دولتنا تتحملهم في الوقت ده. يعني نزلوا الناس، كلفوا شركة مصر للطيران انها تنزل الناس بسعر التذكرة العادي وتتحمل معيش زيادة خسارة عن خسارة. وكل شركات الطيران حين في العالم خسرانة، مش بس مصر للطيران، اقتصاد العالم كله حين متأثر بموضوع الكورونا او الكورونا فيروس، تمام؟ وموضوع الحجر، اتكفل انتوا بموضوع الحجر مع الفنادق دي، ما فيش اي مشكله. والله حد يقول لي المسؤولين ده كلامك ده كلام انشا وانت مش عارف الاقتصاد والميزانيه والوضع. والله حضراتكم دي مسؤوليتكم،
وكل واحد يشيل مسؤوليته بقى، واللي مش قد المسؤولية ممكن يتنحى عنها لحد غيره عادي يعني، مفيش أي مشكلة في الكلام ده خالص. ترجع الناس بقى كده تروح على مصر على مرسى علم، وتفاجأ بقى بأمور في الفندق، واللي مش لاقي أكل، واللي عنده أكل الوجبة المؤاخذة ما تنفعش أي حاجة، ودفع 750 جنيه في اليوم. يعني يا ريت الناس تتنازل عن السبوبة دي وتشيل الناس كده لحد ما تعدي الأزمة، وإن شاء الله خير الناس دي هترجع تاني على السعودية على الكويت على قطر على أوروبا على كندا على أي دولة في العالم، وهتحول فلوس شهريا أو كل كم شهر لمصر. فلوس هتتحول دي هتفيد بلدنا وفي اقتصاد بلدنا، فما ينفعش إن احنا نتخلى عن الناس دي في اللحظة دي لحد إمتى المهزلة دي. يعني انتوا ما تنسوش انه كده لو استمر الوضع ده ممكن يخلي بعض او كتير من الناس دي انه يتحول لاتجاه اخر، انه ممكن تستقطب ان الناس دي مثلا يعني جماعات ارهابيه او اي شيء ضد البلد، وما اكثرهم الجماعات الارهابيه اللي هي موجوده في مصر وفي كل مكان في العالم. ليه احنا نسيبهم فريسه للجماعات الارهابيه والافكار الضاله؟ ما نحطهم تحت جناحنا ونهتم بيهم ونتحملهم الفترة دي. دول أولاد البلد، ودول مش بيشحتوا البلد، ده حقهم، ده حقهم في الدولة. تعال نشوف بقى المزايا التانية اللي حاصلة بقى في الفنادق بتاعت مرسى علم. مش ببلاش، مش على حساب طيب حاجة مصر مثلا، هي احنا دافعين فلوس الأكل ده وبنوفر 750 جنيه. طبعا بعد ما شفنا الفيديو الثاني المؤسف بتاع الفنادق المحترمة اللي في مرسى علم في بلدنا مصر، أوجه نداء للسادة المسؤولين في مصر بصفتي شاب مصري مقيم بالسعودية بسرعة إجلاء جميع المصريين العالقين في السعودية وفي الكويت وفي أوروبا وفي كل دول العالم، الناس اللي هي مش شغالة أو عندها رغبة تنزل في الوقت الحالي، ينزلوا الناس دي بتوجيه من أعلى المسؤولين في الدولة لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية اللي هي الشركة المملوكة للدولة، يعني باعتماد رحلات طيران بالسعر العادي، وما عادش يتحمل الشركة. ياما احنا سافرنا على الشركة ودينا على الشركة ونفعنا الشركة وكسبنا الشركة، تمام؟ والفنادق تتكفلها الدولة من صندوق تحيا مصر، ويا ريت تحسبوا الموضوع أمنيا أكتر ما تحسبوه اقتصاديا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.